في شهر يوليو 2020 في دولة بعيدة جدا اسمها نيوزيلندا، اللي رئيسة وزرائها الست الحليوة دي، كان في وزير صحة اسمه ديفيد كلارك. مستشفيات بلده ما فيهاش غير مريض واحد بكورونا، وبتسجل من شهر 5 صفر إصابات يومية، في حين ان كورونا وقتها كان مخرتق العالم زي دلوقتي كده، يعني الراجل في قمة نجاحه، وفجأة يطلع عم كلارك يقدم استقالته. ايه اللي حصل بقى لكل ده يا عم؟ اللي حصل عزيزي هي صورة اتسربت له في اول شهر ابريل في الشاليه بتاعه على البحر، والوقت ده كان فيه اجراءات احترازية. فورا لما الصورة دي اتسربت للاعلام، الراجل قدم استقالته على الرغم من النجاح اللي هو محققه. مش زي واحدة عندنا سايبة الناس مش عارفين ياخدوا نفسهم في المستشفيات ورايحة تحضر فرحة. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. الحقيقة انا مش عارف ابدأ الحلقة دي منين. الموضوع رخم وصعب، كان في صراع داخلي كده جوايا من كتر ما الموضوع اتكرر والزن على الودان امر من السحر. الواحد بدأ يسأل نفسه، طب ليه ما يكونش كلام وزيرة الصحة صح؟ والمشكلة فعلا في الشعب مش في السلطة. لغاية ما اتحسم الصراع ده بقفة محترم، والوزيرة اللي عمالة تقتت في ام الشعب قاعدة في فرح داخل قاعة مغلقة مفيش ولا واحد فيها لابس كمامة غيرها. المشكلة بقى مش في ده خالص، المشكلة ان ده بيحصل في وقت المصريين بتتقفل عليهم محابس الاكسجين جوه العناية المركزة ومش عارفين ياخدوا النفس. ده امتى؟ ده في نفس اليوم. امتى؟ في نفس اليوم، ويمكن في نفس اللحظات اللي كانت الناس فيها بتموت في مستشفى الحسينية، الوزيرة كانت قافلة موبايلها علشان ما يزعجهاش استغاثات الناس وتقدر تستمتع بأغاني أحمد شيبة ورضا البحراوي في الفرح. بعد طبعاً ما دعكت عناية كده وتأكدت إن دي وزيرة الصحة اللي كانت تقريباً وهي في طريقها للفرح بتقول للصحافة إن مفيش أزمة وإن اللي بيقولوا فيه أزمة دول إخوان، قلت إيه ده معقول؟ وبعد تفكير مش طويل الحقيقة لقيت إنه معقول، بس في مصر بس، لأن الموضوع كله على بعضه ماشي غلط. لو فاكرين الراجل وزير الصحة النيوزيلندي اللي كان بيسجل صفر إصابات ده، لما رئيسة الوزراء قبلت استقالته اتسألت بعدها من صحفي سؤال صعبان شوية، بيقولها كان بإيدك ترفض الاستقالة وترفع الحرج عن الوزير الناجح؟ قالت له بكل تلقائية ومن غير تفكير، هذا وجه من أوجه الحكومة التي ائتمنني عليها الشعب، ولا يمكن أن يبقى في تشكيلها وزير مستهتر ولو ظهر أنه ناجح في عمل. إحنا عندنا بقى لما حصلت كارثة مستشفى الحسينية وقبلها مستشفى زفتة، شوف اتصرفنا إزاي. وده الحقيقة درس لأي ديكتاتور، إزاي تقدر تقتل شعبك في صمت، أو كيف تحجب عن شعبك الأكسجين والحقيقة. النظام بسرعة بدل ما يحاول يحل أزمة الأكسجين جهز نفسه على كذا جبهة. أولاً جبهة التصريحات الرسمية، محافظ الشرقية مثلاً قال يا جماعة ما فيش حد مات من قلة الأكسجين، الناس اللي ماتت دي ناس عواجيز وعندهم أمراض مزمنة، ما توجعوش دماغنا بقى. الأربع حالات عندهم أمراض مزمنة، العمر بتاعهم كبير ورحمة الله عليهم، الحالات دي في الظروف اللي احنا فيها حاجات متعارف عليها. جه بعدها التصريح الأكثر غرابة، وهو تصريح وزيرة الصحة اللي قالت الأكسجين بريء والفاعل إخوان. والله قالت كده. الجبهة التانية كانت الإعلام، بسرعة الأوامر صدرت لمدير المستشفى علشان يصور فيديو يحاول يوصل فيه إن الفيديو اللي تصور للناس وهي بتموت ده فيديو مفبرك. بالتوازي بقى مع ده كانت وسائل الإعلام التابعة للنظام بتحاول تعمل أي حاجة تموت بيها الموضوع، زي إنهم يعملوا حوار مع زرافة، تشوف أي منكش تشغل بيه الرأي العام، زي المدرس اللي قتل مراته من 3 شهور وهم لسه رايحين يصوروا مع جيرانه دلوقتي. طب ما نفعش، خلاص ندخل بقى في الترند نبوظه. فنهاجم الممرضة الغلبانة دي علشان مش قد المسؤولية يا حول الله وقعدت على جنب، ونهاجم الناس اللي كانت بتصوت في المستشفى علشان بيزعجوا الموتى، أي حاجة أي حاجة، المهم نلغوش على الحقيقة. نيجي بقى للجبهة التالتة واللي هي أغبى الحلول على الإطلاق. النظام شايف إنه لو ما كانش الموضوع ده حد صوره كان خلاص 5 هيموتوا عادي ومحدش هيحس بيهم، ده احنا 100 مليون يا أخي، إيه يعني بقينا 100 مليون إلا 5؟ فيعمل ايه بقى؟ يوم رايح على افراد الامن الغلابه اللي في المستشفى محولهم للتحقيق عشان سمحوا بالتصوير، ويقوم رايح جايب اللي صور الفيديو واخده على اسم الشرطه مكدره كام يوم علشان محدش يفكر مره تانيه يعمل اللي هو عمله. وبكده النظام شايف انه حل المشكله، ويطلع اعلامه بالليل بقى يبرر ويقولوا يا جماعه هو احنا بس اللي عندنا مشاكل؟ ما العالم كله عنده مشاكل. هو الحقيقه بيقول كده ويقف عند الجمله دي من غير ما يبص بقى ويشوف العالم بيحل مشاكله ازاي، واحنا بنحلها ازاي، والمسؤولين في العالم بيتحملوا مسؤوليتهم امام القانون ازاي،
واحنا بنشيلها للشعب ازاي؟ والحقيقه الانظمه السلطويه في مصر بتتوارث البجاحه دي. يعني هلا زايد وزيره الصحه لما سابت الناس بتموت في مستشفى الحسينيه من قله النفس وراحت تتصور ما جابتوش من بعيد. هي جابته من مبارك لما ساب الاف المصريين جثثهم في البحر الاحمر بعد غرق عباره السلام ومش في دماغه اي حاجه، قاعد يكرم لعيبه الكوره ويرفع الكاس وسايب الناس مش لاقيه جثث ولادها في البحر. انا كان نفسي اختم الحلقه دي بحاجه زي انه الموضوع رغم بساطته بيوضح طبيعه العلاقه بين الحكومه والشعب، لكن الحقيقه الموضوع مش بسيط ولا حاجه، الموضوع تقيل. ناس بتقتلنا ومش عايزيننا نصرخ علشان ما نزعجهمش في احتفالاتهم. مطلوب مننا نموت في المستشفيات من غير منازعه علشان فرح سياده الوزيره ما يبصش. حلقتنا انتهت الحقيقه ومقاس البلد لسه ما انتهتش. استنونا كل جمعه الساعه 9 مساء بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج الحكاية.